كانوا قاعدين على طلبة الاجتماع حصل الآتي. خليني أنفرج معاكم بالأسرار بتاعت الاجتماع. بدأ اجتماع اتحاد الكرة المصري منذ قليل برئاسة الأستاذ جمال علام لاختيار مدير فني للمنتخب القومي. كان هناك رأيين، رأي بيتكلم في مدير فني أجنبي ورأي بيتكلم في مدير فني مصري. اللي كانوا بيتكلموا في مدير فني أجنبي كان بيقودهم نائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي، ومعاه الكابتن حازم إمام، ومعاه الكابتن محمد بركات. ولم يجد رأيهم قبولا، وكانت الأسباب مالية بحتة. ما ينفعش يا جماعة نجيب مدير فني أجنبي. طيب اللي حصل إيه بعد كده؟ حصل توافق بنسبة 85 وصولا ل 90% على مدير فني مصري. حصل توافق. بعد كده طرحوا الأسماء. القماشة كانت محدودة جدا في اسمين أو ثلاث أسماء. أو بالتحديد انحصرت الأمور في حسام حسن وإيهاب جلال. وكان الوضع كالآتي: استبعدوا حسام حسن بنسبة 90% لأسباب لم يتحدثوا عنها، ولم يكن هناك أي معايير موضوعة للاختيار. وحصل توافق على إيهاب جلال بحجة هدوءه، وإنه الأنسب للمرحلة، وإن حسام حسن ممكن يعمل لنا مشاكل، ممكن يشتبك مع مصور. أنا بقول لك الكلام اللي حصل في الاجتماع، يعني أنا بنفرد معاك بالكلام اللي حصل في الاجتماع. قال لك لا، بعضهم قال لك حسام حسن ممكن تلاقيه اشتبك مع مصور، ممكن تلاقيه بيجري ولا ورا إداري، إبراهيم ممكن يعمل لنا مصيبة، الجهاز المعاون ممكن يحتك بحد، ابعدونا عن حسام حسن. وهي نفس الحجج التي تحدث فيها أحمد مجاهد ولجنة التطبيع قبلهم، نفس الحجج اللي على أساسها عايزين يهربوا من اسم حسام حسن. وبناء عليه قال لك شايفين ان إيهاب جلال الأصلح، واتفقوا على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر. وطلعوا القرار في بيان مقتضب لا يزيد عن 5 سطور. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة الأستاذ جمال علام تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة. كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فنجادا المدير الفني لاتحاد الكرة مع نهاية الشهر، زي ما انفردت معكم. طيب مين اللي سوق لإيهاب جلال؟ أو بص، ما كانش في تصويت، عشان تبقى دقيق معايا، ما كانش في تصويت نهائي، ولكن كان في توافق. طيب إيه اللي حصل؟ خالد الدرندلي، محمد بركات، حازم إمام مشوا زعلانين، وقال لك المدير الفني الأجنبي هو الأصلح، لأن المدير الفني الأجنبي هيطلعنا من النيران اللي هتتصوب علينا، من الناس عند اختيار أي اسم مصري، وكمان مفيش اسم مصري أنسب لهذه المرحلة. وأنا كنت مع هذا الرأي بصراحة، بدل مش هتجيب حسام حسن يبقى تجيب هيكتر كوبر أو تجيب أي مدير فني أجنبي، وكنت أرجح ذلك شكلا وموضوعا. اللي كان مع المدير الفني المصري ان يجي مدير فني مصري الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، وتحدث اني من اجل مصر، وانا اؤيده في ذلك، اني ما ينفعش نجيب حد بالدولار لغايه سنه 26، في نفس الوقت ما ينفعش نكلف ميزانيه الاتحاد، والاتحاد اصلا يعني عنده مشاكل ماليه مبالغ طائله هذه الفتره الزمنية الطويلة. فعلشان كده هو مع المدرب المصري. مع مين؟ مع عامر حسين، مع اللي هو مشهور، مع الدكتور إيهاب الكومي، مع الدين الرفاعي، مع الحاج محمد أبو الوفا. فتسعين في المية أو كل المجلس باستثناء 3، خالد الدرندلي وحازم إمام وبركات، مع المدرب المصري. خلاص يبقى كده انتهينا بالاسماء اهو: الاستاذ جمال علام،
الحاج اللي هو مشهور، الحاج عامر حسين، دينا الرفاعي، محمد ابو الوفا، ايهاب الكومي مع المدرب المصري، خالد الدرندلي، حازم امام، محمد بركات مع المدرب الاجنبي. خلاص رجعت كفه المدرب المصري، قم لاختيار مين المدرب المصري اللي يتم اختياره. حصل توافق بنسبه 90% ان يتجاب ايهاب جلال، واستبعد نهائيا اسم حسام حسن من على الترابيزه. دي الكارثه اللي بنفرد بيها معاك، استبعد نهائيا اسم حسام حسن من على الترابيزه، استبعد نهائيا. طيب تعالى خليني انفرد معاك، خليني انفرد معاك بالتفاصيل اللي ما فيش حد في الاعلام قالها. ما هو راتب ايهاب جلال؟ وايه هو السر الخفي في عدم اعلان الفترة الزمنية بتاعت ايهاب جلال؟ خلينا نفرد معك، خلينا نفرد معك بهذا الموضوع. راتب ايهاب جلال حصريا اهو بنفرد معك بيه، وانا الوحيد في مصر اللي هقول لك التفاصيل. 800,000 جنيه شهريا، 800,000 جنيه شهريا. إيهاب جلال 800,000 جنيه شهريا صافي الضرائب. أقول تاني، مرتب إيهاب جلال كمدير فني للمنتخب 800,000 جنيه شهريا صافي الضرائب، 800,000 جنيه شهريا صافي الضرائب. احسب بقى، شوف الضرائب نسبتها كام وضيفها على المبلغ، هتلاقيه مليون جنيه، مليون إلا حاجة زي كده يعني، 800,000 جنيه صافي الضرائب. طيب إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر بدءا من إيه؟ بدءا من اتخاذ القرار، والمدة الزمنية لم يعلنوها، ولكن علمت من الكواليس وخاص جدا انه مديرا فنيا حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار. يعني مش العقد بتاعه ينتهي بكأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج أو كوت ديفوار. وبعد كده قالوا إيه؟ قال لك بعد كأس الأمم الإفريقية لو نجح معانا يكمل، ما نجحش نمشيه. على كم بس محدش يقول لك إيهاب جلال قاعد لغاية كأس العالم. لا، 800,000 جنيه صافي الضرائب مرتب شهري، ومدرب منتخب مصر حتى كأس الأمم الإفريقية، يعني قبول كأس الأمم في كوت ديفوار. قال لك على سبيل التجربة، نجح معانا أهلا وسهلا، ما نجح تنغيره. بص هيفضل، بص هيجيبوا، لو هم هيجيبوا مصري هيجيبوا أي مدرب مصري غير حسام حسن، أي مدرب مصري غير حسام حسن، اي مدرب مصري غير حسام حسن. هو طبعا بياخد له مليون جنيه في بيراميدز، ايهاب جلال ادوله 800 صافي الضرايب، يعني هي المليون، هي المليون. ويظلوا يجيبوا اي مدرب مصري غير حسام حسن، اي مدرب مصري حسن. وارق مضاجعهم. حد بيقول لي ما يمكن الدوله عندها توجه انها مش عايزه حسام حسن؟ لا لا، ما تقوليش انا الكلام ده. الدولة لو عندها توجه انه ما يجيش حسام حسن، يبقى عندها توجه انه يجي ايهاب جلال الاخواني. طلع الدولة بره الموضوع، تحطش الدولة في جملة مفيدة، تحطش الدولة في جملة مفيدة. يعني انت عايز تقولي الدولة تعترض على حسام حسن ولا تعترض على الاخواني ايهاب جلال؟ الاخواني ايهاب جلال، يعني اي منطق هذا؟ اي منطق هذا؟ يعني اي منطق هذا الذي تتحدث به؟ طلع الدولة من الموضوع، والدولة اللي لها دعوة، ولا قالت تختاروا مين ولا ما تختاروش مين. ما حدش يكلمنا في المربع ده، ما حدش يكلمنا في المربع ده، ولا انا غلطان يا بيبو يا تريكا؟ عمره ما هيتصالح حالنا، عمره ما هيتصالح حالنا. إيهاب النحاس، إيهاب جلال ومن خلفه تامر النحاس وكيله، عرفوا يعملوا حملة إعلامية
علشان خاطر يضغطوا على اتحاد الكرة اني اهب جلاليجي. ايوه والله عارف يا رامي، عارف يا صديقي والله انه بياخد 1,100,000 جنيه في بيراميدز. حالة من الغضب، احنا صوت الناس يا جماعة. كل الاحترام لجمال بيه علام ومجلس ادارة اتحاد الكرة، احنا صوت الناس ونظل صوت الناس.